تتكلم كده انطباعك عن الموسم الدرامي السنه دي ورايك فيه؟ لا، موسم درامي متنوع وفي مسلسلات كتيره كويسه وفي مسلسلات لقت نجاح السنه دي. يعني في حاجات حلوه عجبتني. يعني اكتر حاجه لفتت نظرك السنه دي وشفتها قويه كده؟ زي الشمس. شويه كان في جدل حوالين زي الشمس بسبب خلافات المخرجين، بسبب ان القصه اتحرقت فرايت في دقيقه. لا، هو طبعا كانت كامله مذاكري وضبط المسلسل دوت، وكان واضح جدا شغلها عليه يعني. وبعد كده اكمله سامح، وسامح برضو مخرج كويس، لكن المسلسل كله كان حقيقه يعني حاجه محترمه جدا. عايزين نعرف رايك في برامج المقالب السنه دي، شايفها واقعيه ولا لا؟ ما اشتركتش فيه الحقيقه، ما اشتركتش مع رامز يعني. عايزين نعرف بتجهز ليه الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ ايه؟ بتحضر ليه الفتره اللي جايه؟ في فيلم بصوره اسمه يوم مصري، بنكمل تصويره لسه. في مسلسل خدعه عائلي الجزء الثاني بعد رمضان. يوم مصري المشاكل اللي حصلت دي هتخليها استمر ولا يعني ولا اتحلت؟ ان شاء الله اتحلت ان شاء الله. الحمد لله. عايزين نعرف شكله ايه الفترة اللي جاية؟ هيبقى فيها احداث اسخن بكتير قوي من الجزء الاول. لا، مش هنحرق بقى يعني. لسه في تطورات في الشخصية جامدة ان شاء الله. شكرا.